الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين، إنه جواد كريم. الله عز وجل خلق الخلق يا إخوة يا كرام وجعلهم شعوبا وقبائل، فيهم الفقير وفيهم المعدوم وفيهم المبتلى وفيهم المعافى وفيهم من ابتلاه الله عز وجل يعني إعاقة ذهنية جسدية، وفيهم من هو يسرح في هذه الدنيا ويمرح أنعم الله عز وجل عليه بالصحة والعافية. عندما تقلب التاريخ وتقرأ وتنظر تجد أن هذا الدين العظيم قد أعطى لأصحاب الهمم الاهتمام والعناية والرعاية الكافية. فديننا دين عظيم لا يظلم أحدا، هذا الدين ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم فيه أحدا أبدا. نحن بخلاف البعض الذي يحتقر أصحاب الهمم أو يهينهم أو لا يكترث بهم أو لا يلقي لهم بالا أبدا، بل أن هذه الدولة المباركة قد نظمت في هذه الأيام الجميلة ونحن في يوم يسمى بيوم السعادة، قد نظمت دولتنا الكريمة وسعت جاهدة لإدخال الفرح والسرور في قلوب أصحاب الهمم. وهذه من الطاعات والعبادات التي يحبها الله عز وجل، إدخال الفرح والسرور في قلوب الناس أمر يحبه الله عز وجل. يا إخوة يا كرام، تسعد ويأنس قلبك وتذرف عينك عندما ترى ولاة الأمر وقد أحاطوا وأسسوا ونظموا لفعاليات ومهرجانات ومسابقات لمن؟ لأصحاب الهمم. قد يكونوا يمتلكون أمر مضر بصحتهم بما يخص العقل، لا يعون ولا يفهمون، ومنهم من هو لا يبصر، ومنهم من هو لا يسمع، ومنهم من فيه إعاقة جسدية ولكنه يبصر ويسمع. اجتمعوا وأسسوا ونظموا حتى يسعدوا ويدخلوا الفرح والسرور في قلوبهم. وهذا ليس بغريب، ديننا دين رحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. علينا أن نتكاتف جميعا يا إخوي الكرام أن ندخل الفرح والسرور في قلوب هذه الشريحة التي تعيش معنا اليوم في المجتمع. لهم حق، لهم احترام، لهم رعاية، لهم تقدير، يريدون أن يروا منا ابتسامة، يريدون أن يروا منا أن نأخذ بأيديهم إلى الخير، نأخذ بأيديهم لقضاء حوائجهم، حوائج كانت صحية، مادية، معنوية، نفسية، هم يحتاجون يا أخوي الكرام. هذا يبقى إنسان يعيش معنا في هذه المجتمعات يريد أن يشعر أن له وزن، أن له ثقل، أن له مكانة. من خلال ماذا يا أخوي الكرام؟ من خلال التعامل الحسن، من خلال الأسلوب الطيب. إياك ثم إياك أن تكشر عن أنيابك في وجه هذا الإنسان المسكين الذي ابتلاه الله عز وجل بشيء من هذه الأمراض أو شيء من هذه الأسقام، بل عليك أن تكثف وتضاعف الاهتمام والرعاية لأصحاب الهمم. هذه الدولة حتى بالمسميات سعد جاهدة أن لا تخدش مشاعر هذه الفئة من المجتمع التي تعيش معنا، وهم منا وفينا، ولا نرضى أبدا أن يهانوا حتى بالمسميات. كانوا يسمون بالمعاقين والبعض يسميهم بأمور أخرى، لكن دولتنا أطلقت عليهم اسم جميل، أصحاب الهمم. والواقع يجعلنا نرى فعلا أن هذه الشريحة في المجتمع أصحاب همم، أصحابه يقودون مجالس ويعملون في المؤسسات الحكومية وفي المؤسسات التعليمية، بل أقاموا برامج تلفزيونية وأبدعوا فيها، عندهم مهارة وقدرات استطاعوا من خلالها أن يؤدوا الواجب المناط بهم. لا تحتقر أحد أبدا، العيب والتقصير
لا يعب فيه الإنسان إن كان في جسده، لا لا والله. الواقع الذي نعيشه يا إخوة الكرام يثبت لنا أن من أصحاب الهمم من قد برعوا في كثير من أبواب العلم والعلوم والمهارات والتلفاز وغير ذلك. علماء فطاحلة خرجوا لنا في هذا الزمن ومن قبل وهم لا يرون، لا يرون ضرير. ونضرب مثالا على ذلك، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. عبد العزيز بن باز كان ضرير، فقد بصره عمره 10 سنوات، لكن كان يسمى إمام المسلمين، إمام المسلمين. إذا أتيت إلى الحفظ فحدث ولا حرج، إذا أتيت إلى تلاوة القرآن، إلى العبادة، إلى الطاعة، فذاك بحر لا ساحل له، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. لا، قد يكون الإنسان أعمى في بصيرته، ما يرى، لكن فيه من النور في قلبه حاجة لا توصف. الله عز وجل أنار بصيرته، أنار بصيرته، يرى ويدرك الأمور ويعيش. وتزوجوا وأنجبوا حياتهم طبيعية، اللهم لك الحمد. هذا الدين قد الله عز وجل يأخذ عنك أمر معين أنت تحبه وتريده، لكن يعطيك أمر آخر جميل تسعد فيه في حياتك وتأنس فيه سبحانه وتعالى. الله عز وجل حكيم، يقدر الأمر، قد يعطي الإنسان أمر معين ويأخذ عنه شيء، يأخذ عنه شيء يحبه ولكن يبدله بأمر أعظم من ذلك. أعظم نعمة يا أخوة يعيش فيها الإنسان في جسده نعمة البصر. عندما تكون أنت تبصر في هذه الحياة وتدرك الأمور وترى من يعيش حولك، هذه نعمة عظيمة لا توصف. أنت الآن تراني، أغلق عينيك فقط لدقيقتين، أغلق عينيك، تستطيع تعيش؟ كيف حال هؤلاء الذين عاشوا في هذه الدنيا وولدوا وهم لا يرون؟ يا إخوة هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة. ألم نجعل له عينين؟ الله عز وجل يتكلم ممتنا على عباده بقوله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أعطيناك عينين ترى بها وتبصر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يا كرام يحثهم على الصبر. هذه الشريحة التي في المجتمع ابتلاها الله عز وجل بشيء من هذه العاهات والأمراض، كان يحثهم صلى الله عليه وسلم بالصبر ويبشرهم بالجنة. أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما بالجنة. شو هي حبيبتيه؟ مش محبوبته في الدنيا زوجته، لا، حبيبتيه عينيه. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، ليش الله عز وجل سماها حبيبتيه؟ لأن هي أعظم ما في جسد الإنسان، أعظم نعمة في جسد الإنسان هي العينين. فصبر، هذا الشرط، فصبر ولم يتسخط عوضته بهما بالجنة. الإنسان اللي يصبر ابتلاه الله عز وجل بهذه بفقد حبيبتيه، نقول لك اصبر إن كنت تسمعنا فلك الجنة، هنيئا لك، هنيئا لك. لكن يحتاج أن نصبر على قضاء الله عز وجل وقدره، هذا ابتلاء ويحتاج صبر. وهذا الابتلاء من أعظم أنواع البلايا، لأن الإنسان ما يستطيع يا أخوة، ما يستطيع يعني حياته مظلمة. أنتم متخيلين الأمر كيف؟ لو نجلس نتكلم ونسرد القول فقط أمام هذه النعمة لن ننتهي، لن ننتهي أبدا. فعلينا يا أخوة يا كرام أن نبذل كل جهدنا في إدخال السرور والفرح لمن تراه ابتلاها الله عز وجل بفقد حبيبتيه. خذ بيده، ضمه، حضنه، يستهلون، هذول يستهلون كل خير، يستهلون كل مودة وكل احترام وكل تقدير. جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية، أهل العافية الإنسان المعافى في الدنيا إذا جاء يوم القيامة ودخل الجنة يود أهل العافية
عندما يروا ثواب المبتلى في الدنيا لو أن جلودهم تقرض بالمقاريض. معافى دخل الجنة، ومبتلى دخل الجنة. درجات يا إخوة، الجنة درجات. المبتلى إذا صبر في الدنيا له درجة عظيمة في الدنيا. أنت قد تكون إنسان معافى في جسدك، معافى في حياتك، عبدت الله عز وجل، حققت العبودية لله عز وجل، أكرمك الله عز وجل وأدخلك الجنة. والمبتلى في هذه الدنيا سواء كان بلاء في جسده، في أبنائه، في صحته، في بصره، في ماله، في، إذا صبر وكان عابدا لله وأدخل الله عز وجل الجنة، له منزلة مغايرة عن الإنسان المعافى في الدنيا. أهل العافية يوم يدخلوا الجنة يرون ثواب المبتلى، يشوفوا ثوابه وين، هذا في الجنة، فوق منزلته عالية في الجنة. يود أهل العافية حينما يروا ثواب المبتلى في الدنيا لو أن جلودهم تقرض بالمقاريض. المقراض جيبه، تعال قرض فيه جسمي بس عطني درجة هذا المبتلى اللي في الجنة. إذن لابد أن نصبر، لابد أن نصبر. إن ابتلانا الله عز وجل بشيء من هذه الأسقام والأمراض والهموم والغموم والعاهات الجسدية والعقلية، الآباء والأمهات، إذا ابتلاكم الله عز وجل بابن، ببنت، بزوج، بأم، بأب، ابتلاهم الله عز وجل بشيء من هذه الأمراض، كونوا عونا لهم، لا تتخلوا عنهم أبدا. قد يكون هذا المريض الموجود معك في البيت هو سبب لدخولك الجنة إذا أحسنت رعايته. وكانت الدول الإسلامية من قبل ترعى أصحاب الهمم ولا يهملون أبدا. الوليد بن عبد الملك أنشأ دار في زمنه، والوليد بن عبد الملك أنشأ هذه الدار في سنة 88 للهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنشأ دار ومركز لرعاية أصحاب الهمم والقيام بحاجاتهم. عمر عبد العزيز أرسل كتابا خاطب الأمصار كلها، قال يعني أريد بأسماء كل من ابتلاه الله عز وجل بشيء من هذه العاهات، إن كان مقعدا أو إن كان ضريرا لا يرى، وأمر أن يوفر لكل ضرير رجل يقوده ويذهب به أينما شاء، أينما شاء. هذا من عمر بن العزيز رضي الله عنه. فديننا أمرنا أن نحسن لهذه الشريحة في المجتمع، واليوم المجتمعات الإسلامية تمشي على هذا النهج. في دولتنا المباركة ما في إمارة ما في إلا تجد فيها مراكز خاصة لتأهيل أصحاب الهمم ورعايتهم. عندنا مركز في الدولة، في دولة الإمارات، يقوم فقط في تأهيلهم حتى يجتازوا دراسة معينة ثم يؤهلوا للعمل في المؤسسات الحكومية. اذهبوا إلى الدوائر الحكومية ستجدون أصحاب الهمم يعملون على الكمبيوترات، على، أخذوا دورات الدولة هيئتهم، لم تهملهم أبدا ولم يتركوهم في هامش الحياة، جعلوا لهم مكانة وقداسة. هذول منا وفينا، فرحهم فرحنا وسرورهم سرورنا وحزنهم حزننا. الطرقات اليوم، هيئة الطرق هيئت أماكن خاصة لوقوف أمثال هؤلاء أصحاب الهمم، لهم مواقف خاصة يقفون بها، وإذا وقفت لك مخالفة لأنك تعديت على مكان ليس لك. الحمد لله رب العالمين يا إخوة الكرام، الدولة تمشي في رعاية أصحاب الهمم وتلبي كل حاجياتهم. المناظر والفيديوهات اللي انتشرت من كم يوم لشيوخنا الله يحفظهم على رأسهم الشيخ محمد بن زايد وهو يحضن أصحاب الهمم ويقبل أيديهم ويقبل رؤوسهم، هذه ما تحتاج شكر، أن الله عز وجل من علينا بولاة أمر يعرفون حق أصحاب الهمم ويعطوهم حقهم من الرعاية والتقدير. لابد أن نتأسى بولاة أمرنا ونسلك طريقهم في الخير والإحسان لأصحاب الهمم.
ليش نقول هذا الكلام؟ لأن للأسف هناك شريحة في المجتمع تحتقر أصحاب الهمم ولا يلقي له بالا. إذا كانت عنده عزيمة أو عرس أو حاجة ما يعزمه، يقول هذا شو أبغي أجيبه، أو عكازات أو هو كرسية أو ضرير يسحبوه من مكان لمكان عشان. ليش؟ هذا إنسان يحس، الله أعطاه عقل، أعطاه قلب، أعطاه مشاعر. خلونا نشعرهم أن لكم وزن في المجتمع، أن أنتم مش فئة منبوذة أو فئة مطرودة. لا، بأفراحنا وأحزاننا نفرح أن نراكم معنا، نأخذ بأيديهم لكل خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم، رأى أحد منهم فيه مرض، فيه شيء، كان يدعو لهم. عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو له، يضع يده عليه ويقول: أذهب الباس رب الناس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. شوف هذول، أنت سلام في البعض، سلام ما يبغي يسلم عليه، ما يبغي يتلاشى، عمر ما يشوفه يصد عنه ويروح. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال حبة خردل من كبر. لا تكبر على الناس، لا تشوف نفسك على الناس، تواضع من تواضع الله رفعه. أحيانا جميل أن الإنسان حتى يتعنى لزيارة أمثال هؤلاء، روح للبيت، روح زوره. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يفعل هذا. عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. عطاء يقول لمن؟ لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة، أشار إلى امرأة، قال: هذه المرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف. لما أصرع، الصرع يا إخوة نوعين: صرع عبارة عن مرض في الدماغ، يعني أمور كهربائية كذا في الدماغ، يعني تؤدي إلى عدم اتزان حركة الإنسان. أنا ما أبغى عاد أتكلم في الطب، أنا مش طبيب، لكن هو تفسيره هكذا، فتجعله يقع في الأرض ويعني يخرج عن إرادته. وهناك صرع عبارة عن مس، إنسان يكون ملبوس فيه مس، فيه جن، يصرع. الأول يعالج والثاني يعالج، الأول يعالج بالمستشفيات والثاني يعالج بالقرآن وكتاب الله عز وجل والرقية وغيرها. هذه المرأة كانت تصرع وتقع على الأرض وتتكشف، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إني أصرع، فادعوا الله لي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتصبرين ولك الجنة؟ تصبري على البلاء هذا اللي أنت فيه ولك الجنة؟ فكرت الحرمة، قالت: أصبر يا رسول الله. قالت: لكن يا رسول الله، ادعو الله لي ألا أتكشف. تخيل يعني امرأة تقع على الأرض تصرع، تخرج شيء يعني من ساقيها، ذراعيها، تتكشف. فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي فقط ألا أتكشف. صبرت حتى تنال الثواب والغاية الأسمى وهي الجنة، الغاية الأسمى والأعظم وهي الجنة. اصبري، أتصبري ولك الجنة؟ قالت: نعم أصبر، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف اليوم للأسف الشديد، اليوم للأسف الشديد معنا بعض الناس في المجتمع يتعمد ويذهب لبعض المشعوذين لكي يصرع. للأسف الشديد عقول فارغة. الشعوذة تمارس اليوم في بعض الطقوس في بعض مجتمعاتنا، السحر، الشرك الأكبر، نسأل الله العافية، ما يسمى بالزار، وهذه موجودة اليوم في المجتمعات للأسف الشديد. يجتمعون تحت جبال ويذبحون للجن والسحرة والمشعوذين، ويقع الرجل على الأرض يصرع. قال: هذا علاج، وكلها شعوذة، نسأل الله العافية والسلام. متى نفيق؟ متى نعقل؟ متى ندرك أن هذا محرم وأن هذه الأفعال كبيرة من كبائر الذنوب إن لم تصل إلى حد الكفر؟ هذه المسائل تعالج بالقرآن، تعالج بالرقية الشرعية، لكن بالطريقة هذه لا أدري أين تريد أن تصل.
بعض العقول. نسأل الله الهداية لنا ولكم جميعا. فاصل يا أخوي الكرام ونعود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يا كرام كان حتى يراعي مشاعر هذه الشريحة التي معنا تعيش في المجتمع، حتى في مسمياتهم، حتى في مسمياتهم كان يعطيهم الأسماء المناسبة التي تراعي مشاعرهم وترفع من معنوياتهم، ما تشعرهم بالنقص. البعض اليوم يطلق، يعني يطلق مسميات مرت لها سنين على من كان يعني ضريرا، فلان الأعمى، الأعور، فلان الأعرج، فلان، ليش؟ ما يصلح، ويرضى هو بهذه الألقاب، وقد يكون هو فعلا ضرير. فلان هذا، فلان ما تعرفه منه، هذا ولد الأعور. كيف ولد الأعور؟ ما يصلح يا أخوة أن ننتقص الناس ونستهين في الناس ونستهزئ في الناس. إنسان ما يعيب على خلقة الله عز وجل، يبتليك الله، يدور الزمن ويبتليك الله عز وجل. لابد أن نحترم الناس ونحترم مشاعر الناس. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده. بني واقف هذه يعني قبيلة عندهم رجل ضرير ما يشوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: انطلقوا بنا إلى البصير نعوده، نروح نسلم عليه، شو رأيكم؟ يلا قوموا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه. فإحنا اليوم يا إخوة لابد أن نطلق له يعني هذول الناس مسميات طيبة، مسميات جميلة. قد يقول البعض: كيف يعني رسول الله يقول له البصير هو أصلا ضرير ما يشوف؟ هذا من باب رفع المعنويات، ومن باب يعني إعطائهم حقهم من المشاعر الطيبة. والضرير والأعمى الحقيقي هو أعمى البصير يا إخوة، مش أعمى البصر. الأعمى حقيقة أنا شو يفيدني إنسان يبصر في الحياة ويشوف وكذا، لكن بصيرته عمية، ما يعرف حقائق الأمور، بعيد عن الله وعن الذكر وعن طاعة الله عز وجل. يجينا إنسان يعيش معي في المجتمع بصير ويشوف تماما، لكنه ملحد، يحمل أفكار مسمومة مسقومة في نفسه وفي عقله، ثقافات تعيسة، هذا بصير؟ هذا الأعمى، هذا الأعمى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور يا إخوة. هني العمى يوم يعتمي القلب عن محبة الله ومحبة رسوله ومحبة دين الإسلام ومحبة أهله، هذا الأعمى. لكن هذا رسول الله أطلق عليه البصير، أنه كان بصيرا مسلما محبا لله عز وجل ولرسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول دائما رفع معنوياتهم وبيان أن الجسم ليس هو ميزان التفاضل بين البشر. ميزان التفاضل بين البشر يا إخوة مش في العضلات ولا في الجسم ولا في البنية ولا في اللون ولا بالشكل ولا بالقبيلة ولا بالنسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا إخوة. الكرم والفضل لمن كان يتحلى بالتقوى، مش بالشكل ولا بالهيئة ولا باللون ولا بالمظهر. يكفي احتقار الناس وامتهان الناس. كلكم لآدم، وآدم من وين؟ آدم من تراب. هذا الموضوع احنا احببنا ان ندخل فيه شوي لجانب اسري، فاحببنا ان ناخذ مداخله مع احد المختصين الاسريين، وهو الشيخ الاستاذ عبد القادر محمد عجال، هو موجه اسري. انا احببت ان اوجه له سؤال اظن يحتاجه، هذا السؤال يحتاجه من عنده في البيت انسان من اصحاب الهمم. معنا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا شيخ، كيف الحال؟ عساك طيب. مرحبا، حياك الله استاذي وشيخي فيصل، حياك الله ابو حامد. يا مرحبا بك، سعدنا فيك يا طويل العمر. بالعكس نحن اسعد، اسال الله عز وجل ان يجعلكم مفاتيح للخير، وشاكر لك انت والاخوه في القناه، اسال الله عز وجل ان يجعلكم منابر في الخير ومنابر في النفع ومنابر في العطاء في الدنيا والاخره. امين، اللهم امين، اللهم امين. استاذ على عجاله، قد الله عز وجل يرزق عائلة أو يعني تعيش مع العائلة بنت أو ولد من أصحاب الهمم، وهذا يعني من البلاء، قد الله عز وجل يبتلي هذه الأسرة، وقد يكون هذا البلاء نعمة، وقد يكون هذا البلاء يعني يؤدي إلى صاحبه إلى الهلاك، وقد يكون سبب ليؤديه إلى الجنة. لكن لا يخفاك أن هذا الموضوع يحتاج تعب، يحتاج جهد، يحتاج دراية، يحتاج ثقافة في كيفية التعامل مع هذا الفرد الذي يعيش معنا اليوم في الأسرة وهو من أصحاب الهمم. السؤال اللي أوجهه لك يا أستاذنا الكريم، كيف نتعامل ونحسن التعامل مع فرد من أفراد الأسرة وهو من أصحاب الهمم؟ تفضل. شاكر لك على السؤال العميق الوجيز لكنه كبير بمحتوى ومعناه. مختصر ثم مفصل يسير. المختصر، التعامل مع أصحاب ذوي الهمم وغيرهما إما أن يكونوا ولدوا وإما أن يكون ضر عليهم، فالاختصار علينا أن نعاملهم معاملة الله ورسوله، ما شاء الله. ليس هناك كلام أرقى وأعدب وأفضل مهما تكلمنا فيه نقال، لكن علينا أن نعامل هؤلاء وغيرهم حتى الكائنات حتى الجمادات أن نعاملهم معاملة الله عز وجل ومعاملة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما بالك بالبشر إذا كانوا الجمادات؟ فما بالك بالبشر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان يخطب به صلى الله عليه وسلم، فلما بني له منبر وتركه وصارت القصة المشهورة أنت تخبر إن شاء الله المشاهدين، حن ومسح عليه واحتضنه، فكيف بالبشر؟ الله أكبر، الله أكبر. هذه المعاملة، الغالب أن الوالدين اللهم لك الحمد في الغالب وهو الأصل يعني فيهم الخير وفيهم التحمل وفيهم الصبر ومحتسبين في غالب الناس، إلا الشاذ لا حكم له. لكن عامة الإخوة ومن حولنا المعاملة معهم قد تكون في خمس نقاط هي أساسية وهي محورية لها تأثير نافع على مستوى الفرد والمجتمع الأسري وعلى الصعيد الدولي والبلدي والأخروي أيضا، لأن حياتنا ما تنفصل عن الآخرة. صادق. حياتنا يعني إحساننا نحن في لآخرتنا. صحيح. أول نقطة في التعامل مع هؤلاء يا أخي الكريم هو الفرح بهم والمتعة التعامل معهم والأنس والسعادة فيهم، لأنهم من أسباب الرزق والبركة. قال صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. الله أكبر. فإذا كان ننصر ونرزق بضعفاء المال الفقراء، فكيف بضعفاء البدن الذي يحتاجون من يقوم بهم؟ فكم من أسرة أغناهم الله عز وجل وفتح عليهم من الخير والأرزاق بسبب إعاقة أحد من ذويهم. وهذا واقع أستاذنا الكريم، هذا واقع. الدولة توفر لك سيارة خاصة ويعطوهم بيوت ويعطيهم مرتبات خاصة فعلا، يعني حقيقة أحيانا قد يصل من باب الاقتباط أن الواحد يقول يا ليس فيه إعاقة. الله يعافي الجميع. لكن أنا أقصد مما يغلق عليه من رزق، وهذا مثال واضح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وجزى الله الخير الحكومة بما تبذله من تطبيق هذا الحديث إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذه النقطة الأولى وهو أن نفرح بهم وأن نستمتع في التعامل معهم. النقطة الثانية وهو مهم جدا هي الدعم النفسي والرعاية العاطفية وتسليتهم والتخفيف والتيسير والتلطف معهم. يا جماعة، الله عز وجل رفع الأحكام، ليس الأعمى على الحرج ولا على المريض على الحرج ولا على الأعرج حرج، الله رفع عنهم وخفف عنهم وأسقط عنهم أشياء كثيرة جدا من الأحكام. كيف نحن ما نسقط عنهم ونرحمهم ونرفق بهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام تأتي امرأة فتقول يا رسول الله إني أسرع، فيحن لها ثم يقول لها إن شئت دعوت الله فعافاك وإن شئت صبرت فلك الجنة. الله. ينزل إلى مستواها اللي تريدين أنا حاضر.
اللي تريدينه أنا حاضر. جميل. فإن شئتي صبرت ولك الجنة، وإن شئتي دعوت الله لك فصبرت. فاختارت الباقي. الله أكبر، الله أكبر. اختارت الباقي، فدعا لها أن يعافيها، أن يصبرها، ثم أيضا قال يا إني أتكشف، فدعا الله ألا تتكشف. هذا جانب من دعم النفسي. من الأمور أيضا مهم جدا في التعامل من حولنا من هؤلاء الطائفة المباركة الطيبة، صلى الله أن يرفع قدرهم وأن يعظم أجورهم. هؤلاء أناس اختصهم الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يصب منه. هؤلاء قوم الله اختصهم، من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. فالذي يتنقص أو يفعل كأنه يحارب الله ويحتج ويعارض أمر الله عز وجل. فعلينا أيضا من النقاط المهمة أيضا هي النقطة الثالثة: السمو بالتعاون معهم ورقي الذوق. من المواقف الجميلة أن النبي أرسل عبد الله بن عتيك في مهمة لما آذاه أبو رافع اليهودي. المهم، فالمهم أن الصحابي هذا وهو أثناء المهمة انكسرت رجله. كسرت إيش؟ رجله. إذن هذا إعاقة أو صار من أصحاب الهمم إن صح التعبير. نعم. أدق. فلما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابسط رجلك. فبسط رجله فمسحها فكأنها لم يكن فيها شيئا. الله أكبر، الله أكبر. إذن سمو التعامل والرقي هذا أصيب لأجلي. من أيضا أن قتادة من النعمان الأنصاري أصيب في يوم أحد في عينه، فقعت عينه حتى سقطت على جبينه، فقال يا رسول الله أنقطعها؟ قال لا. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة الطيبة الطاهرة العطرة براحته، فكأنها برئت، فما عرفت أي عين أصيب. الله أكبر. هذا سمو في التعامل معهم والرقي. وهذا يا أبو محمد أستاذنا إحنا نشاهده اليوم بعض الأسر قد تجد، وأنا أعرف عائلة شخصيا، وضعهم المادي نوعا ما متعسر بسبب أن الله عز وجل رزقهم ابن، والابن هذا الحين عمره ما يقارب 20 سنة، ومن 20 سنة إلى اليوم كل أموالهم تضخ في علاج، ويسعون جاهدين من دولة لأخرى لعلاج هذا الابن. فيعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة سعى لعلاجهم، هناك أسر موجودة اللهم لك الحمد فعلا عرفت مقدار هذا الابن وسعوا جاهدين ولم يهملوه أبدا، سعوا بكل ما يسمعون عن بروفيسور أو دكتور أو عيادة جديدة أو طب متطور لعلاجهم إلا طاروا بالابن يتمنون علاجه. هؤلاء مأجورين في سفرتهم وفي ذهابهم وفي أموالهم، ويبارك الله، ويكفي أن الله جعل في قلبهم برد اليقين والحرص على ولدهم. الحمد لله. فلا يرون المال شيئا، لأن البعض قد لا يحب هذول، يعني يظن أنهم ما ينحبون، لأن أنت تحب الابن تبويه يلعب معك مثلا، تشوف ضحكته، تشوف كذا، أما هذا مثلا قد يكون طريح السرير وكذا. هذا أخرجني من العقم إلى أني أب أو أم. الله أكبر، الله أكبر. وأي نعمة أعظم من نعمة الإنجاب والإيلاد؟ لا يعني سبحان الله، رحمة الله عز وجل في الأمهات يا أستاذنا الكريم. هذا الابن حتى لو لم ترى الأم بسمته، لكن تجدها تحب، تعشق عشق ولا ترضى له بشيء أبدا. صحيح. سبحان الله، يبقى ابنها مهما كان يعني. صحيح. النقطة الرابعة قلنا النقطة الأولى الفرح بهم، ثم قلنا أيضا الدعم النفسي والرعاية، ثم السمو بالتعامل معهم والرقي الذوق، كل هذا موجود من رأى إلى ولاة الأمر جزاهم الله خير، يجد هذا التطبيق العملي بهذا الأمر. النقطة الرابعة هو استثمار هذه الإعاقة لمنازل العمالقة. جميل. كيف يكون هذا الشيخ؟ أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غزوة تبوك ولا على مدينة وعلى مسجده عبد الله بن مكتوم، وكان ضريرا. كان ضريرا، صحيح. في زمانهم كانت الآذان يعتمد على الرؤية، صح؟ اي نعم. كان من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مكتوم، ينادي للصلوات الخمس، مع أن هذه الوظيفة تحتاج إلى إيش؟ إلى بصيرة. إلى بصيرة. هذا مثال. عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان أعرجا شديد العرج، هذا ممن عذره الله عز وجل عن قتال في يوم أحد، ثم يقول يا رسول الله من قتل اليوم أدخل الجنة؟ قال نعم.
يقول فوالله الذي لا إله إلا هو لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة. فيقول له عمر مهلك يا عمر لا تتأله على الله. فيقول رسول صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره منهم عمر بن جموح يخوض في الجنة بعرجته. الله أكبر. هو هذا الشخص الآن النبي يتكلم وهو موجود. سبحان الله. انظر إلى استثمار الإعاقة لمنازل العمالقة. وإحنا نجد هذا اليوم أستاذ يعني على الشاشات وفي الدوائر الحكومية أسلفت أنا من قليل موجودين وقائمين بالواجب ما شاء الله وتزوجوا وعندهم بيوت وعايشين حياتهم طبيعي جدا يعني. يا أخي المعاق من هو معاق عن نفسه نسوا الله فأنساهم أنفسهم، معاق عن بلاده ووطنه ودينه وربه، هذا المعاق. المعاق إعاقة الروح والعاطفة وليس الجسد. أحسن صدقت. أين خامسا أيضا وهو مهم جدا أيضا اللي الدور اللي عليك وعلي نحن اللي هو أساس الأمر هذا الدفاع عنهم وتشجيعهم باستمرار. الله عز وجل غار لعبده الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. النبي عليه الصلاة والسلام مال إلى قريش حتى يرجو إسلامهم صناديد قريش وزعمائهم، ولو أسلموا لأسلم كثير خير كثير ينظر إلى النبي المصلحة الأعظم. نعم. لكن ميزان الله مختلف، ليس هذا هو الميزان. عتبه حتى كان إذا رآه في الطريق يقول مرحبا بمن عتبني من أجل الله عز وجل، هذا دفاع من الله عز وجل. الله أكبر. عبد الله بن مسعود ذاك العالم الرباني الذي قال أخذت 70 صورة من في النبي، كان النبي يحب أن يسمع من قراءته، وكان من كثرة ما يدخل على النبي يظن أنه من أهل البيت. ركب يوما فانكشفت ساقه وكان نحيلا ضعيفا، فضحك بعض الصحابة، فقام النبي مدافعا له حاميا عليه. أتضحكون من رقة ساقه والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. الله أكبر. الله أكبر. يعني فعلا هذه قواعد وأسس وضوابط تجعلنا يا أستاذنا الكريم أن ما ننظر للبشر أبدا لهيئتهم ولا مناظر ولا أجسامهم ولا حاجة، إنما هي العقول النيرة، العقول المثمرة، العقول المبدعة، وهذه الشريحة التي تعيش معنا في المجتمع فعلا والله حقيقة رأينا فيهم من هو قد يعني ارتقى الأفق بأفكاره وإبداعاته. اللهم لك الحمد أستاذنا الكريم، شاكرين لك هذه المداخلة الطيبة، والله يوفقنا وياك. آمين وياك. دائما نحتاج مداخلاتكم. الله يسعدك. الله يدخلنا وياكم مدخل خير دائم في الدنيا والآخرة. آمين. جزاك الله خير. مشكور. ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. آمين يا ربي. جزاك الله خير. بيض وجهك. جزاك الله خير. فاصل يا إخوة ونعود إليكم من جديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة الكرام كان يزور من أصحاب الهمم، يزورهم ويقضي لهم حاجاتهم. عتبان بن مالك صحابي جليل رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا رجل ضرير البصر ما أشوف، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار يوم ممطر سال الوادي الذي بيني وبين المسجد، لم أستطع أن أتي مسجدهم لأصلي بهم. وددت يا رسول الله لو أنك تأتيني إلى بيتي وتصلي في بيتي لأتخذه مسجدا، أبغيك تجيني البيت وتصلي لي في مكان في زاوية كذا أنا أبغيها عشان بس أتخذها مسجد. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم نداءه وذهب إليه وصلى في بيته، لبى رغبته واحترم مشاعره واحترم الوضع الصحي اللي هو فيه. ما قال وهو من ومن رئيس دولة، أنت تتكلم عن من؟ عن محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان هو القائد.
ما قال أنت إنسان ضرير، أنا شو أبغيك، أنا مش فاضي، أنا عندي أشغال. لا لا، ذهب وأخذ معه بعض الصحابة وذهبوا وصلوا في المكان الذي أراد. قال له: أين تريد أن أصلي؟ قال: أريدك أصلي في هذه الزاوية. فقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم واتخذه مسجدا. من هذا الحديث أخذ الفقهاء يا إخوة الكرام سنية أن يكون في البيت مصلى. إذن ما في حرج أن الإنسان يخصص في بيته يا إخوة الكرام مكان، زاوية في البيت، غرفة في البيت، يضع فيها مصاحف، يصلي، يفرشها، يجهزها، تكون خاصة فقط للصلاة. وهذه سنة مهجورة غابت عن الناس اليوم. وجود مكان في البيت وفي الغرف مخصص للصلاة يشجع الإنسان دائما لما يجد المصحف، كتاب الأذكار، شيء من الكتب المهمة في العقيدة والتوحيد موجود، يقرأ. خصصوا يا إخوة الكرام ويا أمهات يا فاضلات في بيوتكم، خصصوا أماكن خاصة للعبادة وطاعة الله عز وجل والتقرب إليه. تصلون فيها قيام الليل، النوافل، الفروض، تقرؤون فيها القرآن، يوم الجمعة تقرؤون فيها سورة الكهف. هذه من السنن، بدليل حديث عتبان بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم أقره وذهب إلى بيته وصلى في بيته وخصص له مكان خاص للصلاة. إذن هذه من السنن الغائبة الجميلة إذا تحققت في بيوتنا يا إخوة يا كرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدهم لما فيه الخير، أصحاب الهمم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على الخير. عبد الله ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، يرخص يخليه يصلي في البيت. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم له، خلاص صلي في بيتك. فلما ذهب ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. قال: أجب، روح صلي مع الجماعة. وهذا يا إخوة يا كرام من أقوى الأدلة التي استدل فيها الفقهاء على وجوب صلاة الجماعة. إذا كان هذا الإنسان يعني ضرير ما يشوف، عبد الله بن أم مكتوم يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا رجل ضرير وليس لي قائد يقودني للمسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فرخص له. ثم قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. في رواية أنه كان يسمع الإقامة يعني قريب من بيته. قال: أشوف لك أحد يأخذك للمسجد، ديننا دين يسر. والعلماء استدلوا بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة واجبة. قالوا: إذا كان هذا الرجل الضرير رضي الله عنه، ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على أن يصلي صلاة الجماعة ولا يتركها. فما بالنا اليوم يا إخوة نحن أصحاء، نبصر ونذهب ونأتي بصحتنا وعافيتنا نتخلف عن صلاة الجماعة. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه كان يقول: من سره أن يلقى الله يوم القيامة مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حين ينادى بها. تبغي تلقى الله يوم القيامة مسلم؟ حافظ على هذه الصلوات الخمس حين ينادى بها. مو بعلى كيفك الساعة 7 و8 و9 الصبح تصلي الفجر؟ لا يا أستاذ. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، إيش يا إخوة؟ كتابا موقوتا. السعادة، الراحة، الطمأنينة في الصلاة يا إخوة، الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال، أرحنا بها، مو بريحنا منها خلصنا، لا، أرحنا بها. ولعلي أخصص الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل وأتكلم فقط عن الصلاة وأهميتها. الصلاة عمود الدين. الصلاة يا إخوة قمة الراحة والأنس والطمأنينة والسعادة في الصلاة. الإنسان لما يضع وجهه على الأرض ويركع ويسجد ويطلب الله ويسأل الله عز وجل ما يريد، والله إنها سعادة لا توصف. اسمع يا أخي الكريم، مهما فعلت من سيئات ومهما اقترفت من ذنوب، لا تجعل هذه الذنوب والسيئات تحول بينك وبين الصلاة. صلي مهما فعلت، لا تحتقر نفسك، أنت إنسان في دائرة الإسلام، مهما فعلت صلي. لكن أنا عزمت بإذن الله إذا الله أبقانا على قيد الحياة أن نخصص إن شاء الله الحلقة القادمة نتكلم فقط عن الصلاة ومدى أهميتها. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يا كرام كان يمضي ويقضي حوائج أصحاب الهمم. أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال:
يا أم فلان انظري في أي سكة أردتي أذهب معك لأقضي حاجتك، وين تبغيني خذيني. فكانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب بها أينما شاءت. ما كان يحتقرهم، ما كان يحتقرهم. هذا إنسان الصحابة يقولون كان في عقلها شيء، يعني وحدة خفيفة عقل. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب معها لقضاء حوائجها. اليوم إحنا مش بس يعني أصحاب همم، اليوم إحنا عمالة تشتغل عندنا في بيوتنا، بعض الجنسيات الأسيوية نحتقرهم إذا كانوا يعملون معنا. سلامك معه جاف، أسلوبك تعاملك معه غير سوي. ليش؟ ليش يا شيخ؟ ليش يا أستاذ؟ هذا إنسان، هذا إنسان حالة من حالك. أنت الله عز وجل أنعم عليك بشيء من مال، من وظيفة، من جنسية، هذا أكرمك الله عز وجل جعل هذا العامل يشتغل عندك. لا تحقر أحد، لا تحتقر الناس، ترى الدنيا دوارة، الزمن يدور. اليوم يشتغل معك، غدا أنت تشتغل معه، والله عز وجل قادر يا إخوي الكرام، قادر على هذا كله. علينا نحترم الناس، نحترم جنسياتهم، ونحترم مشاعرهم، ونحترم وظائفهم، ونحترم من هم مهما كانت مهنهم اللي يمتهنوها. هذا الزبال اللي في الشارع اللي يشل القمام من الأرض، يا أخي قبله على رأسه إذا رأيته، خلي يرى منك رحمة، خلي يرى منك شفقة، خلي يرى منك أني أنا وأنت أصدقاء. يا أخي أنا أحبك، أنت كل ما في الأمر أن الله عز وجل سخرك وجعلك تعمل معي. ما أجمله من سلوك إذا تحلى فيه الإنسان، والله ما أجمله. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل عاتب يا إخوة، عاتب النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن الرجل. والأستاذ عبد القادر تطرق لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة الكرام كان يتعلم مع كبار قيادات قريش ويدعوهم ويحثهم للإسلام، صناديد الكفر. فكان عبد الله بن مكتوم وقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه ويقاطعه، رسول الله يتكلم مع الجماعة وعبد الله بن مكتوم يقاطعه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه لأنه مشغول بأمر أهم، وهو دعوة أناس إسلامهم إسلام لأمة لقبيلة، وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرض عنه، أنه ضرير هو ما يرى. أنزل الله عز وجل آيات تتلى إلى قيام الساعة عاتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى عنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عبد الله بن مكتوم كان يقول له مرحبا بمن عاتبني الله عز وجل من أجله، عاتبني الله عز وجل من أجله. الله عز وجل أنزل آيات وجعل مكانة وقدر للرجل الضرير الأعمى. أنا وأنت شو نطلع حتى نحتقر الناس وما نعطيهم منزلتهم ومكانتهم ونحترمهم ونقدرهم؟ شو أطلع؟ ولا حاجة. إحنا مساكين فقراء، لابد أن نحترم هذول الناس، هذه الشريحة التي تعيش معنا يا أخوي الكرام في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي بعضهم بعض المهمات، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه للغزوات، يولي عبد الله بن مكتوم مكانه، يخليه ضرير، رجل ضرير، يعطيه. أنا أبغى أحسسك أن أنت لك قدر، أنت مو بأي أحد، لا أنت لك قدر، لك وزن. جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا، كان يؤذن بلال في رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا فيه رد فقهي على من يوزع اليوم في رمضان إمساكيات، يوزعون في الدوائر الحكومية والمسجات تطلع في كل مكان، ها تفضل، شو مساكية؟ شو مساكية؟ يعني الفجر يؤذن الساعة 5:15، الساعة 5 بالضبط وقف أكل. هذا خطأ، هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. بلال يؤذن الأذان الأول، ابن أم مكتوم يؤذن لصلاة الفجر، رسول الله يقول كلوا واشربوا، ما قال امسكوا قبل ما يؤذن ابن مكتوم، قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حتى جاء في حديث آخر إذا كان الإناء في يد أحدكم وأذن المؤذن فليقضي حاجته منه، خذ حاجتك من هذا الإناء، أنت تبغى تشرب الحين، وأذن المؤذن، أذن المؤذن كمل نصيبك من هذا الإناء. وين اللي يقولون إمساكية؟ رسول الله يقول والمؤذن يؤذن بإيدي هذا الكوب
أني أنا أقضي حاجتي منه وأنت تقول لي وقف قبل الأذان بربع ساعة، هذه من البدع يا أخوة التي انتشرت عند الناس وليس عليها دليل أبدا. ما أجمل الدين إذا كان يمشي باتباع أثر واقتفاء سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المؤذن كان ضرير، وهذا الوالي الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان ضرير، ما كان يحتقرهم. علينا أن نسلك طريقهم. عفوه صلى الله عليه وسلم عن سفهائهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يريد غزو من الغزوات، فدخلوا في بستان رجل ضرير من المشركين الكفار، فوقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ تراب يده، قال لو 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 أني أبصرت لجعلت هذا التراب في وجهك. ففزع القوم يريدون قتله وهم أصلا متحركين لغزوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه أعمى البصر والبصيرة. رحمه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يرمي الرمال في وجهه، لكن تجاوز عنه صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته الاتعاظ بحالهم وسؤال الله عز وجل العافية عنهم. أنت يوم تشوف إنسان مبتلى بإعاقة، ضرير، مشلول، فيه يعني أي كان من أنواع المرض، قل اللهم الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير مما خلق تفضيله. وبتروح تقول هذا الدعاء في وجهه تكسر في خاطره وتجرح أكثر؟ لا، قوله في نفسك، خل عندك ذوق في التعامل مع هذول. تشوف واحد طايح يتألم مسوي حادث مسوي شيء، توقفه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به قدامه، ليش تقول كذي؟ كأنك تهينه تحتقره. في نفسك قول هذا الدعاء، لابد أن نراعي مشاعرهم يا إخوة الكرام، لابد. أما أن نحتقر الناس، لا يا إخوة، ما يصلح أبدا، ما يصلح. ملعون، جاء في حديث حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذرنا وقال ملعون الذي يقود الرجل الأعمى إلى طريق غير سوي. يأتيك إنسان ضرير يبغيك تدله الطريق وأنت تأخذه وتخليه تتعمد، تخليه يمشي في طريق غير صحيح، غير الطريق الذي هو يبغيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الإنسان ملعون اللي يضلل الإنسان الضرير عن طريقه الذي يريد. ثقافات جميلة لابد أن تتحقق في حياتنا، لابد أن نفتح عيوننا كيف نتعامل مع هذول. وفي الختام أدعو الله عز وجل باسمه الأعظم بجوده وكرمه سبحانه أن يشفي كل من ابتلاه الله عز وجل بهذه الأمراض والأسقام، وأن يقر أعيننا جميعا بأطفال وأباء وأمهات وأصدقاء وأرحام أسوياء، قل آمين. وأن يجعلنا هداة خير، مفاتيح خير، مغاليق شر. أقول ما سمعتم، والشكر موصول لطاقم التصوير والمخرجين، ونراكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.